صباح الخير طلابي الأعزاء، اليوم سوف نقوم بحل تمارين صفحة 29 وصفحة 30. سوف نقوم بالحل تاريخ اليوم 17 من تشرين الأول 2020. السؤال الأول، ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين نطقين حرفي سين والصاء. كلمة الأولى صحته، صحته. كلمة ثانية أخلاص، إخلاص. كلمة ثالثة حسنة، حسنة. س س س حسنة. تواسي، تواسي. س س س أملأ الفراغ بحرفي السين أو الصاد في الكلمات الآتية. كلمة الأولى رأس، الرأس. الصوت، الصوت. طبعا نلاحظ أنه هون السين في آخر الكلمة بينما هون حرف الصاد في وسط الكلمة. المساء، المساء. طبعا احنا بنعرف أنه هون السين في نهاية الكلمة وهون في وسط الكلمة، تمسك بالأمامها باللي بعديها. صعب، صعب. هون صاد في أول الكلمة. السؤال الثالث، ألفظ ما يأتي. كلمة لكنها، شوفوا كلمة لكنها تحتوي على ألف تلفظ ولا تكتب. لاحظ لكنها، لا زي كأنه في هون لام ثانية، ألف سوري هون ثانية، لكنها. إذن هي تحتوي على ألف تلفظ ولا تكتب، مثل هذا. شوفوا زي كأني بحكي هذا. لكن، لكن كأنها فيها ألف لكن إيش مالها؟ تلفظ ولا تكتب، مش مكتوبة. هذه، هذه. إذن هون كأنها تحتوي على ألف تلفظ ولا تكتب، يعني أنا بسمع صوتها لكن لا نكتبها. أنا بسمع بس صوتها بس أنا ما بكتبها. أقرأ الجملة الآتية بطريقة معبرة. عمل الممرضة صعب لكنها فخورة بمهنتها كثيرا. فقط لصفحة 30. أصل الكلمة بما يقاربها في المعنى. يقاربها يعني إيش؟ يعني نفس معناها، مش عكسها، يقاربها نفس المعنى. كلمات باللون الأخضر رأفة تعتني به، تواسي حسنة. كلمات باللون الأصفر تهتم به، رحمة جيدة تخفف آلامه، صحة. كلمة الأولى إحنا المفروض حفظناهم هذول المعاني، وهي رأفة، رأفة أي بمعنى رحمة، رأفة رحمة. تعتني به، الأم تعتني بأطفالها يعني تهتم بهم. تعتني به، تهتم به. تواسي، أنا أواسي صديقي. تواسي تخفف آلامه، أنا بخفف من آلامه، بواسي بحكي معه. حسنة جيدة، هذه الأعمال حسنة. إذن هذه الأعمال جيدة، حسنة جيدة. بضل عندي كلمة صحة ما إلهاش هون أي معنى. السؤال السادس، اختر ضد. احنا حكينا ضد يعني عكس، ضد الكلمة مما بين القوسين. الكلمات اللي بين القوسين قليلة، بعد، جميلة، سليم، تأخذ. كلمة الأولى كثيرة، شو عكس كثيرة؟ قليلة، عكسها، ضدها، مش نفس معناها. قرب، بعد. قرب، بعد. مريض، هذا الشخص مريض. سليم، سليم يعني ما ماله شيء. مريض، سليم. تعطي، أنا بعطي، عكسها باخذ. تعطي، تأخذ. تعطي، تأخذ. أضع دائرة حول الكلمة المختلفة من الكلمات الآتية. كلمة مختلفة مش نفس معناهم. شفاء اللي هو لما يكون مريض وينشفي. دواء لما أنا باخذ الدواء لما أكون مريض. مريض برضو بتعلق نفس الموضوع، بينما كلمة معلم لها دخل مع
لها دخل لا في الممرضة ولا في الطبيب ولا في المستشفى ولا في الأدوية ولا في الشفاء ولا في المرض. إذا معلم ما لها دخل من الكلمات السابقة بضع عليها دائرة، لأنها هي ما لهاش دخل بكلمة شفاء ودواء ومريضة.